ثلاثة أيام مضت على حادث انفجار قدس العتاد في معسكر الصقر جنوب بغداد، حتى بدأت الاتهامات تتعالى بين جهات حكومية وسياسية مختلفة. أولى تلك الاتهامات حول سبب الانفجار، فمع إصرار بعض الجهات السياسية على أن الانفجار ناجم عن قصف جوي، ما زالت الرواية الحكومية قيد التحقيق دون بوادر لإعلانها كما جرت العادة. الاتهامات الأخرى المتبادلة بين بعض الفصائل المنضوية في الحشد الشعبي حول حجم الخسائر، فقد كشفت مصادر مطلعة إلى أن حجم الخسائر يقدر بأكثر من 100 مليون دولار بحسب خبراء التسليح. مصادر أمنية كشفت وخلال جولة صورية لخلية الخبراء التكتيكية بعد زيارة موقع الانفجار في معسكر الصقر وإجراء الكشف الميداني الخاص، والذي يظهر أن الحريق اندلع في معمل لصناعة الصواريخ المحلية المحورة داخل مسقف، لتهرب عناصر الحماية والكادر خوفا من وصول النيران للمواد شديدة الانفجار، لتصل النيران خلال 10 دقائق إلى مخزن المواد المتفجرة الداخل في صناعة الصواريخ، ومسقفين كبيرين بينهما مرآب للآليات العسكرية. الجرد أوضح أيضا حجم الخسائر والتي تضمنت 900 إطلاقة متنوعة، 1000 قطعة سلاح رشاش ناري متوسط وثقيل، 300 صاروخ كاتيوشا، 50 طنا من المتفجرات، المئات من قذائف الأسبجناين والأربجيسفن مع مدافعها، ومعمل متكامل بأجهزة إلكترونية وميكانيكية لصنع الصواريخ وتحويرها، فضلا عن تدمير 4 عجلات بيك أب مع 10 مركبات من نوع هانفي المدرعة، مع أكثر من 50 صاروخ جورنيت ومنصة إطلاق الصواريخ تعود إلى كتائب سيد الشهداء. المصادر أشارت إلى أن الاتهامات بين عناصر من الكتائب واللواء 14 بشأن اختفاء 400 بندقية كلاشينكوف حديثة و250 بندقية M16، فيما يعتبر الحاضرون أن الانفجار كان مفتعلاً لتغطية اختفاء تلك الأسلحة، رواية تنتظر التحقيق الرسمي إن أعلن لإثبات الاتهامات من عدمها. أرشد الحاكم، الرشيد الفضائي.